السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنحل المسألة رقم 18 من مشروع ايلر، فخليكم معايا. تمام، فالمسألة بتقول لك ايه؟ بتقول لك لو انت عندك مثلث بالشكل ده كده، وانت واقف مثلا عند رأس المثلث هنا وعايز توصل للقاعدة، ايه الارقام اللي هتمشي عليها بحيث لما توصل للقاعده تكون جمعت اكبر مجموعه من الارقام دي؟ تمام، فهو لو انت مثلا في المثلث ده لازم تمشي على الرقم 3 7 4 9 بحيث لو جمعتهم هيدوك 23، ودي اكبر مجموعه. تمام كده. طيب في ملاحظه بقى، مثلا الثلاثه لها كم عنصر تختار منه؟ لها عنصرين اللي هو السبعه والاربعه. تمام، السبعه لها عنصرين، الاثنين والاربعه ما ينفعش تختار الست، والاربعه نفس الكلام لها ان هي تختار من الاربعه، والست ما ينفعش تختار الاثنين، وهكذا يعني. تمام كده. فانت لو جيت بصيت مثلا هتلاقي انت الثلاثه مثلا تختار ايه، اربعه وسبعه. تمام، فانت من الكبير فيهم هتختار السبعه، وبعد كده السبعه تختار مين، اثنين واربعه. طيب فين الكبير فيهم؟ الاربعه. تمام، وبعد كده الاربعه تختار مين، خمسة وتسعة. من الكبير فيهم؟ التسعة. فانت ممكن تقول ان هو دي الحل، يعني ايه، ان احنا بنختار مثلا نشوف العدد اللي احنا واقفين عنده يختار مين، انا عددين، وناخد الكبير من العددين دول. تمام، بس للاسف الحل ده يعني مش صح. هقول لك ليه. انت لو جيت بصيت مثلا على نفس دولت نفس الارقام بالظبط، تمام، كل اللي انا غيرته بس الرقم اللي هنا كان اربعة، اهوت هنا كان اربعة، بس انا خليته هنا كام، ستة. تمام، فلو انت جيت بقى مثلا بصيت هنا هتلاقي ان المسار الكبير هتلاقي المسار ده. تمام، على الرغم ان التلاتة المفروض بيختار مين، ستة وسبعة، بس هو لا، اختار الست. ليه؟ عشان هو يديك اكبر مسار، اكبر مجموعة هو 24. تمام كده. فده مش شرط ان انت تختار اكبر عدد متاح لك. تمام، لا، انت لازم تشوف المسار هيديك كام. طيب ايه الحل؟ بص يا سيدي، الحل ان احنا نعمل ايه، ان احنا هنجمع الصفوف. تمام، بحيث مثلا لو احنا جينا جمعنا الصف الاولاني والصف الثاني، فيبقى عندك 3 و7 و3 و6، هيديك كام، 10 و9. تمام، وبعد كده يعني تخيل ان احنا شلنا السبعه دي تتحط مكانها 10، والسته ديت اتحط، السته اتحط مكانها 9. تمام كده. هنخش بقى على الصف الثالث ده، فناخد بقى مين، الصف الثالث ال10 المفروض لها كام وكام، لها الاثنين والاربعه. تمام، فيبقى 10 10 و2 12، 10 و4 14. تمام كده. وبعد كده التسعة لها كام، التسعة لها 4 و6. تمام، وبعد كده ايه، فيبقى عندك كده 9 و6 15. تمام كده. طيب بعد كده في حاجه، في بقى هنا مشكله. المفروض ان دايما لو انت عايز تكون هرم ولا حاجه ولا مثلث ولا اي حاجه، المفروض ان الصف اللي انت واقف عنده يكون اقل من الصف اللي تحتك. تمام، عشان يديك شكل المثلث او الهرم. تمام كده. وتاني حاجة احنا عايزين اكبر مسار. تمام، فكده رقم اربعة احنا كررناه مرتين، او عملت له عمليتين اتنين، اللي هو مرة مع العشرة ومرة مع التسعة. تمام، اللي هو ادانا 14 و13. تمام، فاحنا المفروض لما نيجي هنا بقى نختار مين، نختار الكبير فيهم. تمام، عشان نرجع الصف سواء مكان. تمام، هو كان مكون من ثلاث ارقام، الصف الاصلي ده كان مكون من ثلاث ارقام، فاحنا المفروض في رقم من دولت يطير نحذفه. تمام، فاحنا هنعمل ايه، هنشوف الرقم اللي قررناه في الحسابات بتاعتنا اللي هو رقم اربعة، وبعد كده نشوف بعد ما جمعناه بقى كام، بقى 14 و13، فناخد اكبر واحد فيه. طب ليه؟ عشان احنا عايزين نوصل لاكبر مسار او اكبر مجموع في المسار عندنا. فمين اللي هيساعدنا ان احنا نعمل الكلام ده؟ 14. هيبقى لك مين؟ هيبقى لك 12 14 15. تمام كده. تمام، بعد كده بقى خلاص انت هتكمل بقى اللي هو 12 عنده كام، عنده 8 و5 اللي هو يديك كام، هيديك 20. نفس الكلام بقى وتطبقه، هيبقى لك مين، هيبقى لك، يبقى اخر صف ده عندك موجود هيبقى فيه كام رقم، فيه 6 ارقام دول. تمام، احنا طبعا مش هيفرق معانا بقى ان احنا ايه، نشوف مين الارقام اللي اتكررت معانا في الحسابات ونعملها، عشان دي اخر صف. تمام، فدي مش فارق معانا. تمام كده، عشان احنا وصلنا اساسا لقاعده الهرم، فمش محتاجين ان احنا نعمل الكلام اللي عملناه في الصف اللي قبله. تمام كده. طيب بعد كده بقى احنا هنشوف مين اكبر رقم هنا، 24. بس كده، هو ده فعلا الرقم اللي احنا حسبناه هنا فوق خالص. تمام، بمجرد النظر لما احنا جينا بصينا على الهرم بس بالحسابات بقى كده طلعت 24. تمام كده. طيب فهو الفكره بقى ايه ديت، اللي هو اساسا يعني هنا حاطط لك ملاحظه هنا بيقول لك ايه، بيقول لك يعني حاول انت تفكر في حل سريع وحل يعني يكون كويس للمساله ديت، عشان المساله ديت هتتكرر بالنص. تمام، في المساله رقم 67. بس المساله طبعا هنا يعني هو هنا مديك كام، يعني تقريبا 15 صف هنا. تمام، بس يعني حاجه صغيره، انما بقى في المساله 67 هيديك مين، هيديك في ملف تكست يعني فيه صفوف كتير جدا، 100 صف، حاجات كتير جدا يعني. تمام،
فطبعا لازم تكون الخوارزميه او الحاجه اللي انت بتستخدمها في المساله دي تكون كويسه، عشان كده انت ضربت عصفورين بحجر واحد، يعني حليت مسالتين بنفس الخوارزميه. تمام. طيب طبعا ايه، طبعا بص الفيديو ده تمام مدته كام؟ مدته 11 دقيقه، نفس الارقام ونفس كل حاجه، تمام، نفس المساله بالظبط، بس حلها بايه؟ حلها بطريقه يعني ايه اللي هو بطيئه، فالمساله عشان بس تلاقي الحل النهائي خدت 11 دقيقه، متخيل؟ وطبعا ده عكس قواعد اويلر. احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا مشروع اويلر مفروض عندك اخرك دقيقه، تمام كده، فهو اقصى حاجه ممكن توصل له دقيقه، اكتر من كده ما ينفعش. طيب فاول حاجه تعال نبدا بقى، بسم الله، اول حاجه نشوف ايه ازاي نحل المشكله دي. طيب فهو الحل اهو، تمام، فيبقى اول ميثود عندنا مين؟ اسمها ماكس باس سم ان فايل، تمام، ونديله مين؟ نديله المسار بتاع الفايل اللي عندنا. طيب تعال نشوف فين الميثود ديت، اهي الميثود ديت موجوده هنا اهي. طيب بنديلها طبعا المسار بتاع الفايل اللي عندنا، تمام، اول سطر عندنا بتعمل ايه؟ بنديله المسار بتاع الفايل اللي عندنا، ويرجع لنا مين؟ يرجع لنا اري او ليست مثلا بايه؟ بالصفوف اللي موجوده عندنا، تمام. فتعالى كده نرجع نشوف هنا الميثود دي بتعمل ايه، بتفتح الفايل، تمام، وديت نفس الكلام، احنا كررنا السطر ده كتير في يعني في مسائل كتير قبل كده برضه، كانت بيدينا مثلا يعني ايه جدول كبير جدا من الارقام، ويقول لك هات لي مثلا اكبر مجموع فيه او اكبر حاصل ضرب او هكذا يعني، تمام. فالسطر ده كررناه كتير جدا يعني ايه، وشرحناه قبل كده، تمام. طيب بعد كده بقى ايه، عملنا فايل كلوز عشان طبعا يعني ايه ما يحصلش اي خطا والكلام ده كله، وبعد كده رجعنا مين؟ رجعنا الروز، تمام. طبعا العناصر موجوده جوه الليست ديت عباره عن سترنج، تمام، إيه كلام، مش عباره عن ارقام، لا ده سترنج، فانت لو محتاج تستخدمهم لازم تحولهم لمين؟ لانت، تمام. فده اللي هنعمله ان شاء الله. فكده احنا معانا مين؟ كل الروز. طيب فتعالى كده يعني لو احنا جينا طبعا ايه، لو احنا جينا مثلا عملنا ديت اهي، تعالى كده وتعالى ناخد ديت كل ديه اهو، تمام. فهو ايه وجينا شغلناه تراينجل دوت تكست، دي دي اللي انا عملته، دي المساله بتاعتنا، تمام. فهو لما جه عملها بقى طلع بالشكل ده كله، تمام، عباره عن ليست كبيره، تمام، وجول والليست دي جواها ليست ثانيه، تمام، ادي اول صف، ادي ثاني صف، ادي ثالث صف، وهكذا، تمام، كل صف عباره عن ليست، تمام كده. طيب تمام او طيب بعد كده، بعد كده بقى هنعمل ايه؟ هنيجي هنا طبعا اول رو سم يعني ايه حاصل جمع الصفوف، طبعا اول جمع الرقم اللي في الصف الاولاني خالص، تمام كده. فاحنا المفروض ان احنا هنجيب اول قيمه خالص للصف الاولاني اهي، هي دي القيمه الاولانيه للصف الاولاني، تمام، وبعد كده نحولها لمين؟ نحولها للانتجر، تمام. بعد ما نخلص كده نحطها في ليست. طب ليه هنحطها في ليست؟ عشان احنا لو جيت بصيت تحت هنا هتلاقينا بنستخدم رو سم على هيئه مين؟ على هيئه ليست. وكمان اللي مثلا ساعات بقى في ارقام بتتكرر، وساعات بيبقى في اكتر من مجموع في الصف الواحد، يعني مثلا الصف الاولاني دي كان في رقم واحد، الصف اللي بعده يبقى في رقم، من الصف اللي بعده هيبقى في ثلاث ارقام، وهكذا يعني، فالارقام بتزيد، فاحنا لازم نستخدم مين؟ نستخدم ليست، تمام. فعشان كده ايه احنا عملناه هنا ليست من الاول، عشان طبعا ايه، عشان يبقى الكود معمم على الكل، تمام. طيب وبعد كده فنقول له فور رو ان اول روز، ونبدا من مين؟ نبدا من الصف الثاني لحد الاخر خالص، تمام. طبعا الصف الاولاني احنا خدناه هنا اهو، تمام كده. طيب بعد كده كورنت رو سم، دي حاصل جمع الصف اللي احنا واقفين عنده، تمام كده. طيب فنقول له ايه؟ فنقول له فور اندكس والنمبر ماشي في الانومريت الرو. طب ليه هنعمل الكلام ده كله؟ بص يا سيدي، انت لو جيت بصيت مثلا على الارقام اللي فوق هنا كده، فمثلا انت وقفت عند الصف الثاني ده ماشي، وقفت مثلا عند رقم 4، فرقم 4 لو انت جيت بصيت عليه هتلاقي ان كام يعني مين اللي ممكن يستخدم رقم 4 في الصف اللي فوق؟ اللي هو رقم 7 والرقم 6، تمام، اللي هو المفروض اساسا يبقى رقم كام؟ اللي هو المفروض 10 و9، بس يعني للتبسيط بس، اللي هو رقم 7 ورقم 6، تمام. فبعد كده رقم 7 ده الاحداثي بتاعه كام، او الاندكس بتاعه كام في الصف بتاعه؟ صفر. طب ورقم 6 1، تمام. فلو انت جيت بصيت 6 1، فان الاحداثي بتاع الرقم اللي قبله، تمام، هيبقى عباره عن الاندكس بتاعه ناقص 1، تمام، والرقم اللي بعده عباره عن نفس الاندكس بتاعه، تمام. فيبقى كده الاربعه، لو احنا مثلا حبينا نجيب الارقام اللي هي بتستخدمها ممكن نقول ان هو عباره عن كام، او الصف اللي فوقه من كام لكام؟ من الاندكس ناقص 1 للاندكس زائد 1، زائد واحد ليه؟ عشان الرقم ده، تمام، اللي هو الرقم مثلا 6 كده يبقى موجود معانا في الحسابات برضه،
تمام كده. طيب ايه اسم البيرنت ده جه منين؟ اسم البيرنت او الابوين بتاع الرقم اللي عندك ده جه من حاجه اسمها باينري تري، عشان هي الداله المساله ذات نفسها عباره عن حاجه اسمها باينري تري، فانا مش هخش في الموضوع اكتر من كده. فهو الفكره في كده يعني، تمام. بس يعني ايه الحاجه يعني ايه المختلفه الوحيده اللي هو رقم العنصر اللي عند رقم صفر او الاندكس صفر او احداثه صفر. ليه؟ عشان لو انت جيت بصيت هتطرح من الصفر واحد يديك سالب واحد، وبعد كده تزود على الصفر واحد هيديك كام؟ هيديك واحد. فانت كده كانك بتحدد العناصر من اللي هي سالب واحد وواحد وكده خطأ. المفروض ان هو العنصر المتاح الوحيد اللي هيستخدم رقم اتنين اللي هو رقم سبعة بس، تمام. ودي الحاجة الوحيدة يعني ايه المختلفة واللي مش تبع القاعدة، فعشان كده احنا عملنا لها حلقة خاصة تحت هنا اهو، تمام. بنشوف الاول لو كان الاندكس اللي عندنا صفر، تمام، فاحنا خلاص على طول هنستخدم مين؟ هنستخدم نفس الاندكس اللي هو صفر ذات نفسه، تمام. فنقول له current row sum dot append، بنجمع عليها int number اللي هو الرقم اللي احنا واقفين عنده اللي هو مثلا رقم اتنين هنا اهو، وبعد كده نجمع عليها مين؟ بعد كده نجمع عليها الرو sum index، تمام، اللي هو الرقم اللي فوق بالظبط اللي هو في نفس احداث بتاعه، تمام. عشان طبعا ايه هنا رقم يعني اتنين عند اندكس صفر، فرقم سبعة عند اندكس صفر، فانا مش محتاج افكر هو نفس البتاع دي، تمام. غير كده بقى نقدر ان احنا نطبق القاعدة اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هو تزود على الاندكس واحد وتنقص من الاندكس واحد، تمام. طيب فهنيجي هنا هو بقى غير كده بقى لو حصل حاجة غير كده هنعمل ايه؟ هنقول له بيرنتس او الابوين بتوع الرقم اللي عندنا او الرقمين اللي هيستخدموا الرقم اللي انا واقف عنده، تمام، اللي هو النمبر ده، تمام. هيستخدموا ازاي؟ هقول له بقى البيرنتس بيساوي مين؟ بيساوي الرو سم، ومن اللي هو من كام لكام؟ اللي هو من اندكس ناقص واحد لاندكس زائد واحد، تمام كده؟ تمام. فهنا بقى عملنا ايه؟ هنقول هنطبق نفس الكلام بالظبط اللي هو انت نمبر زائد ماكس البيرنتس. ليه؟ دي اللي احنا اتكلمنا عليه، يعني احنا شفت المشكله اللي احنا اتكلمنا عليها هنا اهيت، ديت بقى اللي احنا دي اللي احنا طبقناه. المشكله ديت هتبدا تظهر من اول اخر الصف ده اللي هو الصف الرابع، او من هنا بالنسبه لك هنا اخر صف، تمام. بس لا، هنا في الصف الرابع هنا اهوت، تمام. لما يجي يبص بقى على الصف اللي فوق، تمام، هيلاقي عنده كام؟ هيلاقي عنده اربعه، تمام، اربع عناصر، وده خطا، تمام. فيبدا بقى ان هو مين؟ يبدا بقى يستخدم الماكسيمم هنا عشان يبدا يحدد البيرنت، عشان مثلا العنصر الواحد مثلا ولا حاجه ممكن يكون له اكتر من بيرنت، تمام، او ابوين اتنين، تمام. فهو يبدا يختار اكبر واحد فيهم عشان يستخدمه، تمام كده. فدي الفكره كلها. وبعدين بعد ما نخلص بقى خالص يبقى احنا كده حسبنا المجموع بتاع الصف اللي بتاعنا ده. فان احنا بقى نخلي مين؟ نخلي الرو سم، ماشي، بتساوي مين؟ بتساوي الكرنت رو سم، عشان نقدر ان احنا نستخدمها في الجزء اللي بعده كمان، تمام. عشان احنا انت لو جيت لاحظت لقينا احنا بنستخدم مين؟ بنستخدم الرو سم هنا في الاجزاء ديت كمان، يعني في كل صف احنا بنستخدم المجموع اللي احنا استخدمناه في الصف اللي فات، تمام. شبه ما احنا شرحنا هنا في الجزء ده كده، تمام كده. تمام. بعد كده بعد ما اخلص خالص، بعد ما يعني ما الداله كلها تخلص بقى، هنعمل برنت للماكسيمم بقى، هنشوف مين اكبر يعني ايه اكبر صم خالص او اكبر مجموع يعني في المجاميع اللي احنا حسبناها كلها، تمام. وبعد كده نطبع بقى الرقم ده بس كده. فلو احنا جينا شفنا هنا اهو، يعني ما خدش حاجه، خد مايكرو يعني في ساعتها، تمام كده. تعالى كده نقول بسم الله. تمام. فالحمد لله المسألة كده الحمد لله اتحلت. يعني أنا عارف إن المسألة يعني إيه يعني هتلاقيها ممكن هي صعبة شوية ويعني محتاجة شوية تفكير، ويعني يا رب أكون بس قدرت أنا أفهمها لك وأوصلها لك. هي يعني محتاج بس أنت تقعد مثلا تكتبها مع نفسك وتحاول تفكر في أكتر من طريقة والكلام ده كده، وتحاول تسمع الشرح بتاعه ولا حاجة، وتشوف إن شاء الله هتفهمها إن شاء الله، وهتلاقيها بسيطة إن شاء الله. بس فهو كل اللي أنت محتاجه أنت تبص بس على الكود وتفهم أنا كنت بعمل إيه، تمام كده. بس كده. فيا رب يكون الفيديو ده عجبك واستفدت منه، ويا ريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير مع اصحابك، واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا، سلام عليكم.